بكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في هذا اليوم. من حصتكم صريح جدا اليوم راح نشوفوا الأولياء وش راهم يديروا نشاطات لأولادهم خلال فصل الصيف. تابعونا. ما قدرش نديهم مانا الحومة ولا ما قدر نديهم 150 باراسول نعمر لهم باسينة وهم يتمرمقوا لداخل مراقل بلا. والسلام عليكم. في فصل الصيف النشاطات أبارامون ما كاش في الصيف زعما مراجعة قراية كذا لا لا أبار العطل الصيفية البحر ولا عفسة هكذا ولا اللي عنده يخدم شركة كولوني عفسة هكذا ما كاش أبار النشاطات هذو هما برك. علاه ما يراجعوش؟ علاش ما يراجعوش ويقعدوا ما يراجعوش؟ يراجعوا كي يقرب بالوقت بوتيتر كي يقرب بالوقت تاع الدخول المدرسي بوتيتر يكون فيها مراجعة. بصح أكتويلمون ما كاش باش يريحوا يريلاكسيو ويروبوزيو يروحوا لابلاج يروحوا فهمني يديروا العطل الصيفيه يدوهم للبحر يجولوا بهم هذه الباكونس باش يتسولاجوا شويه ما بقاتش الدخل تعلم سيد شغل يا ربي كيفاش هي كيفاش احترام. شنو هما النشاطات اللي تديرهم لولادك في فصل الصيف؟ النشاطات نشوف النوض الصباح تقاوموا بيان فهمني ديمارو لابيسين العشيه نخرجوا للجاردان. في خلال هذا الشهر تاع الصيف خروج من المدرسه الى المدرسه قرانيه يقراوا القران والعشيه يروحوا لابيسين عندهم بيسين تما في سي ديالي في مصغاليم انا من مصغاليم راني جاي هنا للحراش ويبغوا البارو يبغوا السباحه هذو هما الشبيبه واللي عنده اولاد يتهلا فيهم. حنا اولادنا الحمد لله رانا نقولوا رانا متهلين فيهم بصح رانا منقصين في حقهم بزاف بزاف صوالح نورمالمون هذا المجتمع نحافظوا عليه هذو اولادنا هما الجيل الصاعد ومن بعد حنا نجيو من بعدهم. حنا نشاطات الولدي بغي سبور عندي بنتين تبغي سبور والاولى غير بحال الباكر هو خير لي سبور ديريكت مام هو باسكت هيا ودروك انا نخمم له ثاني نشرو له لي الصوالح لي زافير تاع الاخر تاع الصوالح تاع النسي تاع القرايه وفي الليل هكذا منا الاخر من ذاك نجيبو شويه تبناج بقلاوه هكذا الحمد لله راهي هايله بكل صراحه بكل صراحه نرقدوا بالعياط ونوضوا الصباح بالعياط ونوضوا مقلقين هاك فاهمني يماهم تقول لك خرجهم انا ما نقدرش نخرجهم خرجهم لبرا جيب لي هذه شري لي هذه شري لي هذه كوره انا لا. النشاطات اللي نديرهم للدراري ديجا هما ديجا راهم في نشاطات مقبل من دخول السنه الجديده هما في النشاطات عندهم مدرسه مول المدرسه عندهم تدريبات في عندنا دار الشباب تما في سوريكا حي 8 مايو صافي عندهم ثلاث ايام يديرهم في السمانه وشويه بحر شويه منا نحوسوا بهم. زغال ونح تديهم واحد كيما انا ما كاش طونوبيل ما كاش تاوي ما تقدرش تديهم. اذا تديهم ديهم في المترو 5000 راك فسحت شهاده كي طاني تجي. هذا واش كاين؟ ما كاش. عندك سا ميزون. هذا واش كاين؟ هو يبغي الاتليتيزم ويبغي الباسكت يموت على الباسكت. واه عليها راهم هنا وجاو يبحروا راهم يحوسوا راهم. رانا في الحراش وعجبتنا الحراش. عجبتنا بزاف كاع رانا غادي المسجد روحنا البارح المسجد الاعظم الحمد لله بلادنا ورده تاع بصح كاع باينه البحر تحواس صابلات شو اللي يعمروا الفيد ما يبقاوش عام كومبلي وما يقراو ولا اللي يخدموا ولا نحكي زعما عامه على دراري صغار ولا شويه كبار ولا اللي يحبسوا ليكول ليسونسيال لازم يعمر الفيد باسكو كون ما يعمرش الفيد يروح لواحد صوالح لمالك بالك رحنا ليه محنا بالك روحوا ليه مع عباد قبلنا الناس عارف فهمت ولا فهمت لازم يعمر الفيد يا صلاه سبور والسبور هذا ماشي لازم عنده سيزون لازم العام كومبلي او يدير في سبور او يقرا او يدير شعب سايبوكي يروح يحوس لازم الفيد لازم ما يبقاش الفيد كاع لازم نهار ما يريحوش